يسعدنا كمان استاذ فؤاد نستضيف معنا فنانه ونجمه وفنانه واعده كثير وكبيره وقديره. من سوريا؟ لا لا، مصريه هي. الفنانه ايمان صلاح الدين. تفضلي يا ست ايمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فنانتنا الكبيره. اهلا وسهلا فنانه كبيره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا وسهلا. فعلا واعده. لا، فنانه قديره متمكنه استاذ وليست واعده. ميرسي ميرسي. اهلا وسهلا فيك يا ستي. اهلا فيكي. لا والله سعيده ان انا شفت الاستاذ فؤاد طبعا والتقيت بيه. استاذ فؤاد، انتم كجيل قديم عم تهمكم الناس انه حتى الفنانين الصاعدين بانه ما عم تمنحهم فرصه في انه يثبتوا حضورهم او يقدموا وجهه نظرهم. هقول لحضرتك حاجه واصلح معلومه. انا بالنسبه لي اعتبر جيل المنتصر، يعني الاستاذ فؤاد المهندس، الاستاذ مدبولي، الاستاذ عادل امام، وجيت انا في النص، ويوم بعد كده الجيل الجديد. غلط اننا ما بنقفش جنبهم، احنا بنقف جنبهم جدا جدا جدا. وهقول يعني حادثه حصلت. بنعمل روايه، فالتلفزيون بيصور بيعمل انترفيو، انا قدمت كل الجداد وقدمت واحد بالذات، قلت ده هياكلنا كلنا. كانت النتيجه انه ما حضرش ولا بروفا بعد كده، اتغر ما حضرش ولا بروفا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الجداد يعني عايزين كل واحد يبقى بطل لوحده. طيب استاذ فؤاد، ننتقل لسؤال ثاني لو سمحت. شو رايك بمقوله الجمهور عاوز كده؟ لا، ما فيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده. الجمهور بحب كل حاجه حلوه. دي كلمه وحشه جدا. ايه الجمهور؟ يعني اعمل اي حاجه، يعني اقلع على المسرح وجمهور. استاذ فؤاد، انت عم تقول عمليا انك ضد فكره انه الجمهور عاوز كده يعني. أيه؟ لو اجى اي مخرج وفرض عليك هذا الامر، موقفك انت عمليا شو حيكون؟ حلو قوي. اولا انا بالنسبه لاي مخرج بدل قبلت العمل ببقى تلميذ. بمعنى ايه؟ المخرج بيبقى قاري السيناريو كله وحافظ حتى الاكسسوارات، حتى ملابسنا، فمش من حقي ان انا اعترض. يعني اذا انت مش مقتنع باللي طلبه منك المخرج بتنفذه؟ بنفذه. ازاي فنان وتنفذ شيء انت مش مقتنع بيه؟ لا، زي ما بقول لك، هو قاري اكتر مني وهو عارف ايه اللي بيحصل اكتر مني. بس يا جماعه، انا بعمل فن باحساس. اذا انا ما حسيتش انا عايزه اعيط مش هعيط. اذا ما حسيتش انا عايزه اضحك مش هضحك اللي قدامي ولا اكون مقنع. بس انا واثق اخيرا ان هو هيوافقني. انا عايز اسالك سؤال. نعم. حضرتك ليه لحد دلوقتي بتلعب الدور الثاني؟ ليه ما عملتش بطولة مسرحية باسمك انت؟ انا هقول لك. اتفضل. مش بس مسرحية او فيلم او مسلسل او فيلم. سوري. اتفضل. عمرك شفتي العملاق زكي رستم اسمه مكتوب الاول؟ عمرك شفتي العملاق يعني انت استاذ بتعتبر حالك انه عملاق الفن؟ إيه؟ زكي رستم حد يقول مش عملاق؟ انت انا عم بحكي عنك. بس انا شفت. لا، انا بقول لك يعني عمرك شفتي حد من دول؟ لا، انت هلا عم تقارن اسمك فيهم. ايوه. اوكي. مفيش يعني احنا كلنا نفسه. لو حطينا راسنا في الارض ورفعنا رجلينا فوق مش هنوصل زيهم. انما هي بتسالني دلوقتي ليه ما تحطش اسمك؟ يعني ما بقتش بطل بتاعك. انا بقارن، مش مقارنه بدول، ان بقول لك لو حطينا راسنا ورجلينا فوق. انما قيسي بقى على ده. سمعتي حد من، شفتي في افيش واحد منهم اسمه الاول؟ ولكن بصمه. طب هي الانسه ايمان اسمها بينكتب اول اسم بطوله ومثل العاده يعني. عايز اقول يعني ليش؟ فين؟ لا انت لا فين؟ باعمالها وبتمثيلياتها كتبتي الاولى؟ يعني اول اسم بيطلع هو اسمها بطل. لا 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 ماشي. لا لا كتبت. انا عملت بطوله فيلم ونزلت. عملت ايه؟ فيلم اسمه الليالي المرعبه، واتذاع واتشاف والناس شافته. اسمه اول اسم مرعبه. انا وممدوح وافي وهشام عبد الحميد، وكنا كاست كبير، وكنت انا البطله على هشام وعلى الناس. وكل واحد ليه اسمه وليه احترامه. انا مش مقتنع. اوكي، انت ما تقتنعش براحتك، بس انا عايزه اقول لك حاجه. دلوقتي ليه انت بتقول ان انا يعني العملاق زكي رستم اسمه ما كتبش اول اسمه، والعملاق محمود المليجي؟ مع العلم ان انا محمود المليجي شفت له فيلم اول امبارح، هو بطل مع هدى سلطان. ايوه بطل. بطل مكتوب اسمه اول اسم.
مكتوب اسمه مع البطلة هدى سلطان ومحمود الملاجي، يعني هو البطل. عمره ما كتب اول اسم. طب ماشي نفرض دلوقتي انت عملت مسلسل او عملت فيلم، بتكتب انت تاني اسم يا استاذ فؤاد؟ اه في ساعات بكتب تاني. في ايه؟ في حاجات كتيرة. زي انا ما شفتلكش حاجة مكتوب فيها تاني اسم. صدقي انت مستفزة. لا انا مش مستفزة، انا بقول رأيي بصراحة. وانا ما عنديش استعداد اسمع رأيك ابدا. شايفين الاضطهاد؟ لا من الضرورة. لا 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 عندي. لا 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 حتى الطبيعي. لا انت بتفلت كده انزل لي. لا لا مع السلامة. لا 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 شايف انت انا ضيف عندكم بيقول لي مع السلامة. لا لا انا اسفة يا جماعة. لا 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 قبلت دعوتكم. اذا ما لقيت احترامي هنا ما بقعدش. لا 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 يا مدام ايمان. انا بعد الجيل الجديد انا قلت لكم. يلا سلام. مع الف سلامة. لا انستي وشرفت. صدرت علي رايي الان واكدت كل الكلام اللي كانت عم تقوله. انا مش طايق في شيء ادعاء من كلامك. انا مش طايقك، اعمل معروف. مش طايقني امر يا استاذ، وادعاء امر اخر. دعاء اي شيء يعني. حساسيه صارت زياده عند زوم باللقاء. ما تفضلوا. في شيء ما له طبيعي. شو بتشرب استاذ؟ من ضيفك شيء؟ انا ما افضلش ان انا انسحب واكون انا المهزومه. انا قاعده مش هكمل. حقك همشي. الطبيعي. معلش حقك الطبيعي. انا ليه حرق دمي واستفز؟ انا قاعده تعودي يا مدام. بلا انا قاعده بلا انا واقفه. استاذ فؤاد وين رايك؟